لكن عندي رسالة إلى ساسة بورصة المناصب. بعد تضحيات جسيمة وحوادث أليمة قدمها الشعب العراقي حتى يوصلكم إلى البرلمان وأموال طائلة دفعت من قوته لإنجاحها، انصدمنا ببعض الساسة، وأضع خطين للتأكيد تحت كلمة بعض هؤلاء، بدل من أن ينهمكوا بمصائب محافظاتهم الذين انتخبوهم على أمل أن ينقذوهم مما هم فيه من ويلات. انقسم هؤلاء إلى نصفين، الأول بدأ يقاتل بلا فواد يطلب المناصب لنفسه، والآخر بدأ يفتح بورصة لبيع المناصب. ففي الوزارة السابقة كان للوزير شركاء في الغنائم والمكاسب، وفي الحكومة الجديدة بدأ البعض بدعم الشركاء السابقين ليصبحوا وزراء لاحقين لإكمال المشاريع، بينما البعض أخضعوا للمناصب لمن يدفع أعلى. وهنا أسأل هؤلاء البعض، أين الأمانة؟ أين القسم الذي أقسمتم به؟ فإذا أمنتم عقاب الناس، فهل ستأمنون عقاب الله؟ هل تعتقدون أن دموع الأيتام وأنين الجياع وعذاب المشردين به هوانا على الله؟ لكن إن فقدنا الأمل بكم، فما زال لنا أمل بالسيد العبادي المكلف بتشكيل الحكومة أن يمنع هؤلاء من الصعود في كابينتها، وأملنا بالسيد سليم الجبوري ومن معه من الوطنيين أن ينزلوهم منها إذا انفرضوا عليها. أشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء.